أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومنت لهذا اليوم. حلقتنا بها كثير من التفاصيل والأخبار رح نتداولها بشكل تسلسلي ورح نكمل. يوم أمس قلت أنه قضية الطالب اللي قطع رأس الحمامة أمام أنظار الطلبة في كلية المستقبل أو إحدى كليات الأهلية، خليني ما أريد أسمي الجامعة بعيد عن هذا الموضوع، قلت راح أكمل بهذه القضية لأن صار بها جديد وصار بها أحداث جديدة. الأحداث الجديدة اللي صارت هو الطالب نفسه اللي قطع رأس الحمامة في كلية المستقبل، راح أرجع وعيد، تم فصله. يعني الطالب الظاهر في الفيديو بسبب تعنيفه وانتهاكه لحقوق الحيوان. خلونا نشوف الكتاب من الجامعة نفسها اللي تم فصله به. خلونا نشوف هذا الأمر الإداري للطالب وفصل الطالب من الكلية، أمر إداري من الكلية أو الجامعة الأهلية اللي انتشر بها مقطع الفيديو لهذا الطالب. علاوي علي جواد كاظم هو نفسه اسم الطالب، علاوي أخويا صديقي اللي سويته غلط، نتفق كلنا على الموضوع، لكن علي ما يستحق هذا العقاب. كان ممكن أنه إحنا نفصله لأيام نحيله لتحقيق، بس ما ممكن إحنا نخرب مستقبله. هذا مستقبل طالب، احنا بالمستقبل نعتمد على هذا الطالب اذا كان مهندس يطلع او طبيب او ما او غيرها من المهن اللي احنا نفتخر بكل طلابنا من يكون عندهم طموح ويريدون يصيرون شيء كبير بالمجتمع العراقي، حتى نريد رقي بالمجتمع بالطلاب الحاليين اللي بالجامعات. تصرفه كان غلط، لكن ما يستحق هذا العقاب. طبعا بعد ما فصل رأس الحمامة بالفيديو اللي شفناه يوم أمس ومواقع التواصل الاجتماعي داولت الخبر أو داولت الفيديو لهذا الطالب، الطالب طلع بفيديو يعتذر. الطالب نفسه هذا علي قال كانت الحمامة مريضة، ردت أنا أخلصها من الوجع اللي كان بيها فسويت هيك. اوكي انت ردت تخلصها من الوجع اللي كان بيها، بس ما يصير انت تصور، يعني هذا انتهاك لحقوق الحيوان، بالتالي هذه روح، ومن شافت يعني الناس اللي شافت الفيديو ممكن تأذت او تأذت نفسيتها بسبب بشاعة المنظر. خلونا نشوف الفيديو مال علاوي اللي الطالب هو نفسه شلون ده يعتبر. حبيت السلام عليكم، انا حطلاب كلية المستقبل. يقولون الاعتذار من شيم الرجال، انا اقدم اعتذاري وتأسف على موضوع الحمامة اللي نشر، حقيقة صار سهوة يعني، والموضوع يعني صار، وكنت اعتقد هذا الشيء راح يرحمها لان كانت كلش تعبانة يعني ومريضة الى درجة يعني منتهية. والسلام عليكم. مو انت اللي ترحمها يا علي، اكو رب يرحم عبادة وحتى الحيوانات اللي موجودين، مو أنت اللي تخلصها من الوجع، كان رب العالمين هو قادر أن يشفيها أو ياخذ روحها. كثير ناس اتفقوا أنه العقاب ما يستاهل علي، لكن كانوا كثير ناس ضد علي وقالوا أنه يستحق هذا العقاب، لكن هي تبقى الآراء مختلفة، ولحد الآن ماكو أي جديد لقصة علي أو رجوعه للكلية مرة ثانية. لكن كان اكو جانب جيد بالسوشيال ميديا، هم المؤثرين بالسوشيال ميديا وقفوا مع علي او الطالب الجامعي وطالبوا الكلية بعودة الطالب الى دراسته. طبعا من بين هاي المشاهير هو سيف جنان او الدكتور سيف جنان،
طالب الكلية نفسها بعودة هذا الطالب، وقال إنه هو ما يستحق هذا الحجم من العقاب. خلونا نشوف شنو قال الدكتور سيف جنان عن الطالب. شفنا اللي قاله الدكتور سيف جنان، وإن شاء الله يتم حل هاي القضية اللي صارت رأي عام بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى القنوات التلفزيونية هي داولة هذا الخبر أو هذا الفيديو. هسا رح ننتقل للتعليقات اللي رافقت هذا الخبر كله، ونشوف الناس كانت مأيدة رجوع هذا الطالب لو أنه هو يستحق هذا العقاب. خلونا نشوف أولى تعليقات بالفيسبوك. طبعا عاشت إيديكم، نتمنى نشوف هكذا قرارات للحفاظ على هيبة وقدسية الحرم الجامعي. هذا كان أول تعليق، ونشوف تعليق ثاني لهذا الموضوع نفسه. المفروض وياها عقوبة سجن قليل بحقه، هيج مجرم. حكينا بهذا الموضوع هواية وعلقنا هواية، ما يحتاج نعلق. عندنا تعليق أخير لو ننتقل لخبر آخر. يلا خلينا نشوف تعليق أخير. ما يستحق هالعقاب أبد، غلط تدمير مستقبل من أجل شيء هو أصلا للذبح. الصح مو بهالطريقة ولا بهالمكان، بس هو ذبح طائر وليس بشر، العقوبة مو بمكانها. وفاء بامر. كملنا التعليقات لهذا الموضوع، راح ننتقل لخبر آخر. طبعا قطيع من الإبل يغزو سوق قضاء الدغارة في محافظة الديوانية. خلونا نشوف الفيديو وبعدين أحكي لكم القصة للإبل المارة بأحد الأسواق الشعبية بمحافظة الديوانية، وشنو اللي صار وشنو الموقف كان. خلونا نشوف الفيديو. ولك جت الرقضة. خلا اطلع 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 على سيارة. وين فيلم رسالة احنا؟ صديق شديد. مقابلة وتركيز. وين محل فراغ؟ شفنا الفيديو، شفنا الكلام اللي كان ينقال على الفيديو. انه هو مو فيلم الرساله، وهذا الفيديو مو فيلم الرساله، هذا من واقع. بس بعد بحث كلش طويل انه طلع رعاة الابل هذول نفسهم انه هو هذا رزقهم، وهذا موسم العبور، وهم كل موسم مره واحده يعبرون. لكن اكو جانب اخر لهذا الموضوع او لهذا الفيديو اللي شفناه، هو جانب غير حضاري ووضع غير حضاري للمحافظة، لمحافظة الديوانية. ويقال بالفيديو أن الإبل أو الفيديو اللي شفناه كله أنه مقطعوا الطريق بحدود الساعة على المارة والسيارات وبسوق شعبي. نتمنى أنه ما تصير هيشي مواضيع بأسواق بأماكن سكنية. وإحنا نذكر ونرجع ونقول على الحيوانات وطريقة تربيتهم، وهذه التفاصيل ممكن هم يكونون ناقلين لمرض الحمى النصفية بهذا الوقت، فاحذروا لسلامتكم. ننتقل لخبر آخر. ننتقل لقصة جميلة لمعلم في إحدى المدارس الحكومية في ذي قار. طبعا هذا المعلم يفاجئ طالبا يتيما بوضع صورة والده الشهيد على شهادته. خلونا نشوف صورة
الشهادة مال هذا الطفل أو مال هذا الطالب. نظرات الطفل الحزينة أعتقد الكل تفاعل بيها، والناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الحالة بسبب نظرات الطفل الحزينة. يعني هو حلو موقف المعلم، بس الجانب المحلو بالموضوع أنه نظرات الطفل، ومبين هو شقد حزين على فقدان والده الله يرحمه. ننتقل لخبر آخر. طبعا هناك توجيهات لمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتجديد الإجراءات لمكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذ أوامر إلقاء القبض عليهم. طبعا سبب الحملات هو القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع. لنا حلو الكلام، شفنا هذه التوجيهات وكلش حلوة طلعت من القوات الأمنية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. من بين هؤلاء اللي تم إلقاء القبض عليهم أو المعتقلين، الأمن العراقي يعتقل شخص، تدرون شو اسمه؟ مخرجنا تعرف شو اسمه؟ شخص اسمه جيجارة. طبعا القوات الأمنية تلقي القبض على تاجر المخدرات الملقب بجيجارة، الذي يعد من أكبر أو كبار تجار المخدرات في جانب الرصافة. أنه خلينا نشوف جيجارة، شوف صورة جيجارة يلا. هذا جيجارة اللي كنا دا نحكي عليه، هذا أكبر تاجر ومتعاطي للمخدرات في جانب الرصافة. شكرا للقوات الأمنية اللي خلصتنا من جيجار، أو قصدي من التاجر نفسه. ننتقل لخبر آخر. لبنان الذي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، هي ثاني أتعس بلد في العالم بعد أفغانستان. طبعا هذه التصنيفات أو هذا الكلام حسب تصنيف الأمم المتحدة لتقرير السعادة السنوي. هذا التقرير يجري أو يصير في كل سنة، ويقارنون الدول السعيدة من الدول التعيسة أو تعيش بحالة أو بأزمة اقتصادية خانقة. وكانت لبنان تحتل المرتبة الأولى، بعد ما كانت لبنان هي أولى البلاد أو البلدان في السعادة والراحة والاستقرار الاقتصادي والاستقرار بشكل عام. خلونا نشوف صورة لبنات لبنان أو فتيات لبنان. يعني نتمنى أنه لبنان ترجع مثل قبل، وترجع دولة أو مكان يجمع كل السياح أو السواح بيها بداخل لبنان، بجمال لبنان وطبيعة لبنان. إن شاء الله أزمة وتعدي على الدولة المجاورة لبنان. المهم من هذا الخبر ننتقل لخبر آخر وخبر أخير أعتقد. طبعا أوكي، يحتفل الوطن العربي بعيد ميلاد الزعيم أو زعيم الشاشة الصغيرة عادل إمام، الذي بلغ عامه 82، والذي يعد أيقونة مصرية في تاريخ الفن والسينما. خلونا هذه نشوف صورة
الفنان الكبير القدير عادل إمام. طبعا اقترب من خلال الشاشة الصغيرة من هموم وطموحات الطبقات المهمشة والكادحة، وعبر عن ألمهم وأحلامهم، فتحول هذا الرجل أو هذا الفنان العظيم إلى نموذج حي للبطل الشعبي. كل عام وأنت بخير. إذا كنت تشوف هذا الفيديو نتمنى عمر طويل ودوم للشاشة الصغيرة والفن المصري، أنت أيقونة. طبعا كان ختام أخبارنا لهذا اليوم هو خبر جميل، هو عيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام. نلتقي بعد غد، يوم غد هي استراحة البرنامج، نلتقي يوم السبت إن شاء الله بأخبار وتفاصيل، ورح نبقى نتابع مثل ما تابعنا اليوم أو البارحة بقضية هذا الطالب الجامعي اللي تم فصله من الجامعة. رح نبقى نتابع، نتمنى عسى وأن يوم السبت يصير شيء جديد بتفاصيله أو يرجع لدراسته، فنتمنى هذا الموضوع. وصلنا إلى الختام ونلتقي بعد غد في أمان الله.